أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السادس في شرح لمحتويات كتاب التربية الإسلامية الفصل الدراسي الأول. قبل أن أبدأ لابد من التعريف بنفسي، فأنا المعلمة بيان جابر، حيث سأكون الموجهة والداعمة لكم إن شاء الله في هذا الكتاب. ولكن لا ننسى أن هذا يحتاج منا جهدا وعملا ومثابرة حتى نصل إلى النجاح المرجو منكم والذي أتوقعه أيضا إن شاء الله. إذا الهدف من هذا الفيديو التعريف بكتاب التربية الإسلامية، التعريف بمحتويات هذا الكتاب، وأهمية دراسة هذه المادة. من الجدير ذكره أعزائي الطلاب أن الدين هو حاجة فطرية إنسانية لا يستطيع الإنسان العيش دونها، كما أنها ظاهرة إنسانية شاملة ملازمة للإنسان حيثما وجد. هو عقيدة إيمانية داخلية تهذب الروح وتزكي الجوارح وتصقلها، وهي أيضا حاجة وجودية اقترنت بأول إنسان أو بأول إنسان وجد على الأرض ولم تنفصل عنه عبر كل العصور والأزمان. إذا بداية، دراسة التربية الإسلامية تعمق إيمانك بالإسلام عقيدة وشريعة، كما أنها تسهم في بناء شخصيتك من النواحي الجسمية والعقلية والروحية والاجتماعية بصورة كاملة ومتوازنة. كما ترى عزيزي الطالب، فإن كتاب التربية الإسلامية منهاج وزارة التربية والتعليم يتألف من 4 وحدات، وضع لها عناوين من كتاب الله تعالى، وهي الوحدة الأولى عظمة الله تعالى، الوحدة الثانية جزاء المؤمنين الجنة، الوحدة الثالثة الإسلام دين الرحمة، والوحدة الرابعة التعامل بالأخلاق الحميدة. يعزز هذا المحتوى مهارات البحث وعمليات التعلم كالملاحظة والتصنيف والترتيب والتسلسل والمقارنة والتواصل، ويتضمن أسئلة تراعي الفروق الفردية وتنمي مهارات التفكير وحل المشكلات، كأن تعرض أمامك صورة مثلا أو مقطع مرئي وتقوم باستنتاج المطلوب أو القضية التي سيتحدث عنها الدرس، فضلا عن أنه يوظف المهارات والقدرات والقيم بأسلوب تفاعلي يحركك عزيزي الطالب ويستمطر أفكارك للوصول للمعلومة باعتمادك على نفسك واستنتاجاتك الخاصة، وهذا بتوجيه وتقييم وإدارة منظمة مني إن شاء الله داخل الغرفة الصفية. أسأل الله أن يعينني على تحمل المسؤولية وأداء الأمانة. سنطبق أيضا أنشطة وفق خطوات محددة منظمة لتحقيق الأهداف التفصيلية للمبحث بما يلائم ظروف البيئة التعليمية التعلمية وإمكاناتها، واختيار الطرائق التي تساعد على رسم أفضل الممارسات وتحديدها لتنفيذ الدروس وتقييمها. كما تلاحظ فإن هذه الوحدة تتكون من 5 دروس، وهناك الوحدة الثالثة فيها 6 دروس، وفيها من العقيدة والسنة والمعاملة والأحكام والمعاملات. فمثلا الوحدة الأولى فيها سورة الزلزلة من أسماء الله تعالى، نزول القرآن الكريم، وقضاء الصلاة. هي أمور في المعظم تتحدث عن العقيدة، وهناك أيضا أحكام التلاوة والتجويد تحديدا الميم الساكنة. أما الوحدة الثانية فهي سورة مختلفة، سورة الأنفال والجنة، سيدنا عثمان بن عفان، فيها الصحابة، صلاة المسبوق. أما الوحدة الثالثة فهي سورة الجمعة. لاحظ أن السور في هذه الوحدة مختلفة، ليس كما اعتدت سابقا بأن يكون الكتاب شاملا لسورة مجزأة على الوحدة جميعها. خلق الرزق، دعوة أهل الطائف للإسلام، أعذار الإفطار في رمضان، حق الإنسان في الحياة، وحكم من أحكام التلاوة والتجويد وهو الإخفاء الشفوي. أما الوحدة الرابعة فهي سورة الليل، مراعاة مشاعر الآخرين والأمانة،
موقف الإسلام من التدخين. إذن الوحدة الرابعة هي في ختامها قريبة جدا إلى الأحكام والمعاملات. أما مادة الفصل الدراسي الثاني فهي لم تعد إلى الآن. من الجدير ذكره أعزائي الطلاب أن هناك منصة تعليمية البي سي يحضر عليها هذه الدروس درس درس، حيث يوضع في هذه الصفحات جميع الأنشطة التفاعلية والتقييمات الذاتية وربما عروض تقديمية أحياناً ومصادر مرئية تساعدك في شرح الدرس بطريقة أفضل. وهناك مصادر توضع أيضاً في صفحة خاصة تستطيع العودة لها متى شئت للفهم أيضاً بصورة أفضل. وهناك مصادر لا غنى عنها كموقع تنزيل القرآني الذي نقوم بالاستماع إليه للآيات المحددة بصوت القدوة القارئ ثم تقليد هذه القراءة ومحاولة التدرب عليها. أما موقع سراج وهو الذي يشمل اختبارات تشمل الموضوعات المحددة وتستطيع أن تقيم ذاتك من خلالها خاصة في فترة الاختبارات. منهاجي وهو يشمل إجابات جميع دروس المحتوى وأسئلة التقييمات الموجودة في نهاية الدرس. سطور تشمل بعض المقالات التي تتحدث عن موضوعات المحتوى والتي تتحدث عن العقيدة والسنة أيضا والأحكام. كان هذا شرح بسيط لمحتويات هذا الكتاب الذي سنتناوله معا. أتمنى أن يكون سلسا سهلا بما سأقدمه لكم من دعم وتوجيه. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب يومكم بكل أمل وخير.